هذا الحار مش الحار حار، هذا الحار حار اللي بغدر. البطوطة الحقيقية نافخة كلها. كثير بضحك لما تيجي على ساحة الفناء بالليل ولا لها علاقة بالنهار، يعني الساحة كثير فاضية. بس حلو بالموضوع انه بس على ساحة الفناء كل شخص متخصص بشغلة هو بيعملها بحاول يجذبك لإلها بطريقته. الناس كلها بتسافر وبتاكل، بس ما حدا بيعرف كيف الأكل بنعمل، ما حدا بيعرف إيش عملية الطبخ اللي صارت، ما بيعرف إيش المكونات اللي موجودة في الطبق. فواحد من الشغلات دي بلش فيها اليوم حلقتنا بشيف مال المغرب، بدي أروح على سوق الزيتون وأجرب الزيتون اللي موجود في السوق، وأخذ معي شوية زيتون وأروح فيه على حصة الطبخ ونشوف إيش الشيف المحضرتنا اليوم أو إيش رح تعلمني أنا بالأحرى طبخة مغربية جميلة. أنا تيمور موج، خليكم معي بحلقة شيف مال المغرب، تفضلوا. طبعاً أنا وقت اللي جاي فيه كتير بكير، لدرجة أنه أول إشي فيش ناس، ثاني إشي إذا بتنتبهوا على أصحاب المحلات، كل أصحاب المحلات لسه عم بيجهزوا للمساء. لمين؟ للسياح لما تيجي، كل واحد يكون فارد أغراضه قاعد عم ببيع. هلأ ساحة الفناء مقسمة إلى أكثر من قسم، فأنا هلأ داخل بين الزقاق لأوصل لعند حارة الزيتون. أنا قربنا على سوق الزيتون، طبعاً حلو كمان في قهاوي حوالي، بس مشكلة ما ببيعوا قهوة تركي، بس ببيعوا قهوة على قهوة الأجنبية، يعني إسبريسو والقصص هاي. أنا ما بتمشي معي غير تركي مع وجه. أكبر غلط إني أول ما دخلت على السوق كنت مش مفطر، فجربت كل البسطة عند بياع الزيتون. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمك يا حلو؟ سفيان. سفيان حبيب قلبي يا سفيان، شرفت فيك. مرحبا سفيان. بدي أجرب كل الزيتون. هيا مرحبا. وبدي تحكي لي كل اسم زيتون. هيا مرحبا بك. فراح أجرب من عندي من هون. هود أحضر. إيش أول نوع زيتون؟ هذاك مسللة. مسللة. مسللة أخضر. وهذا كله زيتون من المغرب. كل زيتون من المغرب. يا سلام. السلام عليكم. أجيك أحشر كل الكشك. أوكي. وهذا؟ هذا زيتون أحمر مشقوق. مشقوق؟ إيه. زيتون مشقوق. شيل بذر زي هيك. محمد. يا بوي شو زاكي ما شاء الله. طيب هذا بلدي، هذا بلدي، هذا بلدي. آه. هذا زيتون بلدي. زيتون بلدي مفشخ. مكبوس. مكبوس. بلدي مور. طبيعي. مر شوي. طبيعي ما فيه صدر. ما فيه اي شيء. طيب هذا ايش يا سفيان؟ فيه المعدنوس والثوم والكمون. ثوم وكمون والمعدنوس والحار. والحار حار. شويه ماشي حار بزاف. عندك حار حار؟ اهو اعطيني حار حار. اهو هذا هو الحكي الصح. فانا راح اجرب وحده، يعني مغطاة بالحار أو الشطة اللي احنا نسميها، يعني نقول بسم الله. هذا الحار مش الحار حار، هذا الحار حار اللي بغدر. كيف انت بتعرف انك انغدرت بالحار أو بالشطة؟ لما بتاكل وما بتحس بإشي غير بعد 10 ثواني. وهلأ كل ما عم بحكي أكثر كل ما عم بحس بطعم الحار أكثر، كل ما يعني فاتح شهية أكثر. بدي تعطيني شوي من الزيتون الحار. الحار حار تمام. وأعطيني واخا. واخا واخا. أوكي أوكي، يعني واخا أوكي صح مزبوط. أيوة يسلم وديك. هذا مش طبيعي، هذا الاختراع مش طبيعي. الزعتر لعب دور كتير كبير بنكهة الزيتون، يعني 100% راح اخذ منه كمان 5 درهم.
15 درهم؟ 15 درهم. هدول قديش؟ 20. خلص سلام. هذا 20 خلي الباقي. لا سكة خير. هيك تمام؟ يسلموا حبيبي. يلا. وهيك يا جماعة أخذنا الكنز معنا والزيتون، أنا بالنسبة لي كنز كتير كبير، وأخذت النكات اللي أنا بحبها. هلا بدنا نروح نتجه لا الشيف وتشوف إيش رح تعلمنا طبخة مغربية معي أنا. ما بدي أروح، ضلني هون يا أخي، ضلني عند الزيتون أنا. أنت ضلني أنا أرد عليك. السلام عليكم. اسمك كريم؟ محمد. محمد وين عمل اسامي يا حبيبي؟ طيب اعطيني نعناع شويه صغيره طبيعي ولا اجمل من هيك؟ طيب انا بدي شويه نعناع وشويه بردقوش لو سمحت. بدي اورجيكم النعناع، شتت النعناع كيف يعني، لسه عليها الزهره، شوفوا محلاها. يعني إذا خطيبتي معاي بدل ما أجيب لها بوكي ورد بجيب لها بوكي نعناع. يسلموا إيديك، عمل لي التشكيلة فبدي أدفع له، فعم بستنى الإعداد يعطونا مصاري عشان أدفع له يعني. فصار بده يختصر علي وقت، فروح بقول لي اسمع خذ هي مصاري، اعمل حالك عم تدفع لي بعدين ادفع لي، يعني تخلص اللقطة تاعتك وأرويك بتهم بعدين. يعني في احلى من هيك يعني؟ يعني قال لي خذ اعطيني انك انت اعطيني الدرهم وخلص التصوير. شكرا شكرا حبيبي، شكرا كل الجزء. بس اعطينا بصراحه ذكي جدا. بعد الفاصل. انا بحب دائما اجرب شغلات جديده لانه ببني ميموري. اليوم أنا مش رايح على المطعم، ولا رايح أجرب الأكل المطعم، ولا رايح أشوف الوصفة اللي بقدموها المطعم. اليوم أنا راح أكون عبارة عن شخص طالب. لما بحكي طالب يعني أنا رايح على حصة طبخ، شيف مغربية راح تعلمني الطبخة من الألف للياء. وهي الطبخة مهمة جداً، ما حكت لي شو هي، وما بتعرف إن أنا جايب معي زيتونات، لأن أنا سمعت الطبخة ممكن يزبط معها الزيتون الحب. وهلأ وصلنا على باب الفندق، هما بيعتبروه فندق، هما بيعتبروه دار ضيافة. اللي هو دار العرب، وهي الشيف عم تستناني على الباب. مرحبا، كيف حالك؟ أهلين، مرحبا. الشيف فتيحة هي المعلمة المدرسة لليوم. شيف أنا عشان في ناس وعجقة وهيك بدهم يمرقوا، أنا جاهز، أنت جاهزة؟ أهلا بك، أنا جاهزة. أنا اليوم الطالب بين إيديك. أهلا بك تيمور. تفضل. مرحبا شيف. مرحبا تيمور. أهلا وسهلا، خليكم معي. أهلا بك، أهلا بك عمنا في المطبخ المغربي. كتير 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 حلو المنزل العربي. أهلا بك. كتير كتير حلو المطبخ. أهلا بك. شوفوا يا جماعة قديش الشيف فتيحة يعني عمليت لي أغراض الوصفة والمكونات بهاي الطريقة. هي ال إيه إنجريدينت زيتون، ثلاث أنواع، ثلاث انواع زيتون ونوعين اعشاب للشاي. بعد ما نخلص الاكل نشرب فنجان شاي انا وياه. الشخص اللي باي مهنه هو فيها لازم يضل يتعلم شغلات جديده، فانا اليوم انا الطالب وهي الشيف وبدها تورجيني طبخه. الطبخه يعني الدجاج بالزيتون والحامض المغربي يعني. هذا طبق مغربي اصيل. اوكي شيف، اكيد جو هاند. اوكي فيرست ستيب، واش يور هاندز. ايوه نشرب خواتم، نغسل ايدين، نحطهم. وي هاف سوب فرونت اوف يو شيف. يلا حاضرين حاضرين. ها اوكي يس شيف، بلش من هون. طحين اي بتحطي كل يعني الدقيق اللي قدامك. ايوه اوكي حنحطي احط كله كامل. كله كامل مشانك. ماشي يا شيف، حط طحين. يس نخلط. ايه نخلط شويه ملح صراحه، شويه سكر. ماشي مشان الخميره، بتحط الخميره كله فر. بالنسبه للمي بتحط شوي شوي، بنخلط بنحط شوي شوي بايد، والايد الثانيه بنخلط بيها شيف.
بندعك كل الانجريدينت اللي حطيناه. اخلطها هاي ولا ما بدي؟ ايه لوك بالزيت. هلا حنعمل سمول بول. سمول؟ ايه لوك. يلا بعدين نقرصها. له اسم شيف الخبز ولا؟ بنسميه البطبوط. البطبوط مشان البطبوط المغربي حنا يعني حيستوي حنسويه في المقلات. اوكي اوكي. نبدا بالليمون. اوكي. ده الليمون حامض وهلا بنحاول يعني نشيل اللب. اوكي. اوكي. بنخلي القشرة زي ما هي. أوه. اوكي. مشان السكين بنخبيه يعني بنحطه في الطبق الابيض مشان برزنتيشن. الطبق الابيض برزنتيشن. اوكي شيف. هلا بنشيل نشيل البذر. ايه هلا نفرم ناعم شوب يعني. أوكي. ندعك شوي مشان الليمون. نحط الليمون ارضيه. ايه ححطه بعدين. في اثنين جارليك. استني شوي. يا سلام. هلا هيك البصل نص شيف فنجان. بعدين نفرم بقدونس. شو نزح معك شيف؟ اساسا جرحت حالي. طيب اوكي. هاي ولعنا النار ونحط عود. ايه في زيت هون. زيت زيتون. لا خلطنا نص زيتون زيت زيتون نص زيت, زيت. اوكي أمح. بس معلقة. اوكي. يعني كل المي اللي عندك هون بنحطها في الطبق. ايوه. هلا عندك ثلاث بهارات. زنجبيل ناشف. ايه. ربع ملعقة. بنش. اوكي. وان فلات. جينجر. معلقة كاملة لا بديش اتفلسف. ملعقة. ايه. هيبت تيرمريك. كركم مفيد جدا. حط لك سمنة. وزعفران. ورجيكم السمن المغربي كيف بيجي. خلاص بتحب شوي حار تيمور؟ انا بحب كثير حار. هذا الدجاج. حنعمل just make a line to spices go through. اوكي اوكي. بدنا وحده كمان واحده. بعدين على النار. بعدين بنحطه على النار في الطبق. دجاج بالنار. حاضر مستي. هلا شو بنقلب الدجاج. بنقلب الدجاج. الدجاج او الدجاج عشان ايش؟ نغطي. نغطي. مدة قديش؟ يعني نغطي بارشلي كابر مو كله. بارشلي كابر. لك يا بارشلي. بارشلي. شوي اوكي بنحط عشان يطلع البخار. بنحط بعدين مع الملعقة. العود شوف. إيه؟ العود. نرجع للخبز. شكرا لك. جانا الخبزات ريحناهم حوالي نص ساعة. هلا أنا بعجن مثلا يعني بعجن خبز صاج مثلا فلازم تشد على العجينة وتفتحها وطيرها بالهواء فلما شفت دويرة قلت خلاص خبزي هاي عندي. نعمل في النص. إيه في الوسط. أوكي عشان ما تلزق. ما تلزق. نمسك نضغط. إيه تضغط كثير. أوكي بتكون مثل البيتزا. بيتزا صغيرة. أوكي بيتزا صغيرة. أوكي. وانا عم بعجن بالعجينه. قديش بدك خملها شيف؟ السماكه. السماكه كم؟ بتكون رقيقه شوي. خلاص خلاص هيك كمان. ايه هي اول حبه. يلا شيف انا اللي عجبني فيك يا تيمور انك بتشتغل على الطبيعي. الحمد لله شيف. والله الحمد لله شيف. اوكي عشان لما تذوقي الزيتون تعرفي اي نوع زيتون. اوكي شيف بدك تحطيه مع طبختك الجميله. اوكي شيف. هذا انت احسن شيف والله فرحانه كثير يعني ما منك. ها تيمور ده هو اللي حيمشي مع الطاجين. هذا ولا ال لا هذا والسالفه هذا شو ده مشانك. ارجيكم شغله كثير مهمه. كيف تعرفوا انه الشيف اللي انا معه هلا مبدع؟
ليش اختارت هذا النوع من الزيتون اذا انا مش غلطان شفت؟ لانه هدول اوريدي فيهم نكهات. في نكهات كثير. فممكن ما تغير لنا يعني الذوق بتاعي البهارات، نفس البهارات اللي عملنا حتغير. خليكم معنا بعد الفاصل. في ناس بتحضر الحلقة، في ناس بتضحك تضحك عليها. أنا حبدأ هلا. يلا شيف. يلا. رميت العجينة بالمقلة، طلعت عليها، تقولي آه تيمور البطبوط. بطلع عندها على الخبزة ولا هي بلشت تعمل. يلا. هذا. آه مبروك تيمور. طلعت على الخبزة تاعتي ولا هي بتعمل. بس. في بلون صغير بس. نقلب. نقلبها في حب. نقلب. عشان ما نتشاطر. شوف تيمون أنا بحاول أبدعك يعني في الجانب هيك مشان تتفني. أوكي. السر تنتفخ يعني؟ السر. حتتنفخ. آه أوكي. حتتنفخ. شوف تضحكيش علي. لا والله ما تضحك علي. حتزبط. ما زبطت معي خلاص. هيل. بس هاي. لوك. حتزبط. حتكون في ناس بتحضر الحلقه، في ناس ليش تضحك عليها. ما نفخت. ما بضحك. حتنفخ. انا بعمل هيك لبكره الصبح زي هيك ما نفخ. بس مش مشكله يعني راحت الخبزه، البطوط مطوط نافخه مش نافخه كله راح. يا سلام نكشف عليها هلا. طب بس اجرب بس البطوطه تاعتي. هي مش بطوط. بس شوف كيف؟ سبحان الله البطوطة الحقيقية نافخة كلها. فاحنا شو بدنا نعمل؟ حنقلب. نرفع على الجهة الثانية. هاتا حنعمل البرزنتيشن مشان الطبق. البرزنتيشن هيك الطبق بكون خلص معنا يا جماعة. نقول بسم الله. بسم الله. شو هاد؟ شوف كيف الطبخة جاهزة مسبكة شاربة كل المكونات، اللون والمنظر والكميات متناسقة. كشف. اوكي شف. يعني حعمل البرزنتيشن العادي. كسر لوك. بعدين بنعمله في الصوص. بنحط الزيتون. بنحط الزيتون. جاهزين. اوكي بنغطي الطبق. بنغطيه على الكامل. اوكي عشان يكون سخن. شوي سخن. ايه بعدين وين بنروح؟ وين بدك تاخديني؟ حاخدك معي لأحلى مكان عندنا هنا في المنزل العربي. بروح مشوار. خليكم معنا. يلا شيف. يس شيف. أنا بحمل هاي عنك ما عليك. هلا في شغلات ما بتبين بالتصوير، يعني أنا وصلت لعند الشيف، طبخنا أنا وياها بمكان، بعدين مشينا كثير لدخلنا على الفندق، طلعنا ونزلنا ولحد ما وصلنا لعند المكان الخارجي. تفضلوا معنا. وين بتحبي تجلسي شيف؟ آه يمين ولا يسار؟ لا هون جنبي شيف. اوكي شيف. ايوه بعدين يلا حطي هون ما في مشكله. نحط هون البطبوط. ساعدك. ما في مشكله. حط هون الصحن. شيف انا بحب تشاركيني في الاكل. انا بدي احكي مع الناس اللي عم بيتابعونا وبيحضرونا واحكي مع الطعم، فتفضلي نتمالح انا وياكي. اوكي راح اعملها في الخبزه. بس انا جابالي بس اعمل شغله. كله مع بعض شيف. عشان تطلع 100% اخذنا مع السوس وغطسناها كامله. معلش شيف سامحيني على لقمتي. صحه صحه وراحه. انا هيك لانه لقمتي. قول بسم الله. بسم الله. صحه. مش اشي طبيعي. سلم ايديك شيف بصراحه. صحه وراحه. بتعرفي اول شغله فكرت فيها اللي حكيتي لي اياها انه ولا نقطه ملح حطينا بالصحن. ايه وملحه متوازن يكون مزبوط. بدي ادوق الليمونه. دوق الليمون. اوكي يا سلام. كثير الليمونه مع الدجاج مع الخلطه ظابطه. ناخذ كمان حبه زيتون شيف. ناخذ كمان لقمه حلوه زي هاي هيك. تعالي انتي تعالي
ها؟ بس كيف أنا ممكن أشكرك بطريقة تحسيني أنا عن جد شكرتك مش فقط مجاملة على التصوير؟ أوكي شكرا. رح أعمل حركة، بس بدي إياك تغمض عيونك. غمض عيونك. غمض عيوني. ثق فيي. تمام شيف؟ أوكي شيف. ثق فيي ثقة كاملة. ماشي؟ ما أضحك شيف، ما في أي شيء. أوكي شيف. بس أقول لك افتح عيونك افتح عيونك لأنه بدي أعطيك شيء من القلب. أوكي شيف. افتح عيونك. أوه. مشكور شيف، مشكور. شكرا. مشكور شيف. إنك علمتيني طبخة جميلة مثلك. شكرا كثير. شكرا من قلبي شيف. لا والله انا يعني شكرا ما في كذب. بنشرب شاي لانه قالوا لي الفندق اللي احنا قاعدين فيه من اقدم فندق في مراكش من 46، وفي غرفه شاي حكوا لي عنها شارب فيها اخونا وحبيبنا تشرشل. قبل ما اشرب معك شاي شكرا كثير، كثير انبسطت فيكي. شكرا على الوصفه اللي عملتينا اياها، شكرا على الاستضافه الحلوه. مرحبا. طبعا بحب انا اشكر دار العرب، فعلا بيت مضياف، هو من اول البيوت، يعني بدناش نحكي فندق لانه فندق ما بكون فيه الخدمه والحب والاستقبال بهي الطريقه. فعلا دار العرب استقبلونا وداروا بالهم علينا وعرفونا عليك يا شيف، واحنا هلا عندهم موجودين، فاكيد برضو بحكي لهم شكرا. وانبسطت معي؟ انبسطت كثير. اكيد اكيد. أنا تيمور موج، بشوفكم حلقة جديدة من شيف مان المغرب. صح شيف؟ لا تنسوا اعملوا لايك وشير وسبسكرايب.